لم يتماس بعد تمريرة ما كانت جيدة. قطع سهل الكرة بعد تمريرة خاطئة. لوكا مودريتش. توني كروس. لوكا مودريتش. كوتينيو. تسلل الموجود في هذه اللقطة. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين. هدف يلغى بداية التسلل. شوف الدفاع كان ممتاز في تحرك لحظة خروج الكرة. توقع جيد في قطع الكرة. ضغط وخلص الكرة من على الطرف. توني كروس يعرف كيف يمر الكرات. الله على نقلات الكرة. أوهو تدخل خاطئ قد يخرج الحكم الكرت الأصفر الآن. الحكم يخرج البطاقة الصفراء بعد هذا الخطأ الواضح. بينفذها بشكل قصير بدون أي معاناة. الحكم يشير إلى ركلة حرة. شخصيا كنت أتوقع بأن الحكم سيخرج البطاقة الصفراء في وجه اللاعب، لكن اكتفى هذه المرة بالإنذار الشفوي. على اللاعب أن يحذر في الوقت المقبل من هذا اللقاء، لأن يحاولون بكل الطرق العودة في المباراة. كان ممكن تكون عبر هذه الفرصة، لكن التسديدة مرت قريبة. ما زالت هناك فرصة وما زالت هناك أمال. توني كروس مساحة فاضية بالنسبة لكارفخال على الطرف. كرة عرضية باتجاه كوتينيو. أرسل الجناح الكرة العرضية بشكل سليم، لكن ما كان في متابعة في اللقطة الماضية. توني كروس. فرانشيسكو إسكو. كرة مع كوتينيو. ضربة ركنية لمصلحة مودريتش. مودريتش بيلعب له ركنية إلى المنطقة. بيرسل الكرة. الجماهير تشعل الأجواء في المدرج الآن. ضغط كبير. ضربة ولعب الشوت. فالكاو البحث عن هجمة مرتدة. بيمر فيها بيعدي فيها. راح كرة بتعدي بيواجه فيها المرمى. الله على حارس المرمى. الله على هذا التصدي. أي تألق وأي إبداع. تصدي من الحارس. مزرت الكرة خطيرة. تمركز ممتاز يساعدك. ميشيل برادلي. نلعب الآن في الدقائق الثمانية الأخيرة من عمر المباراة. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة. لم تأتي بأي جديد في الملعب. إسكو. اللاعب يتوقف لتنفيذ رمية التماس. البحث عن تقليص الفارق. كرة في مكان ويسجل هدف تقليص النتيجة. هدف بداية العودة. فارق هدف وحيد الآن. الأمل موجود. الحماس يعود. الإثارة تستمر. الدراما في الكرة بينية فيها خطورة الآن. قطع سهل الكرة بعد تمريرة خاطئة. الثلاث دقائق الأخيرة من عمر المباراة. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. بنزيمة وتمريرة لكن بتتخلص. حكم اللقاء يضيف ثلاث دقائق. حارس المرمى يتواجد في منطقة جزاء الخصم بحثاً عن استغلال الضربة الركنية. اختار بأن يمررها إلى زميلة. يبعدها من مناطق الخطر. تسديدة. يا رباه. أوهو يا لعيب يا فنان. يا ممتع. الله على هذا الهدف. يعودون في المباراة بعد أن تأخروا بهدفين. لم ييأسوا أبدا. من قال أنهم هزموا؟ كانوا مصرين على تحقيق الانتصار.
بعد ما فشل اللاعبون في حسم نتيجة هذه المباراة في الوقت الأصلي، ندخل إلى الشوط الإضافي الأول. برونو فرنانديز، كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي، كرة بتبعد من مناطق الخطر. لوكا مودريتش، رافا سيلفا، ذكاء من المدافع، قراءة الكرة بشكل ممتاز. كريم بنزيما، تمريرة باتجاه كوتينيو، العرضية باتجاه القائم الثاني. الحارس يمنع الكرة، لكن الكرة ما زالت خطيرة. الحارس ينقذ مرمى مرة أخرى ويسيطر على هذه الكرة بنجاح. رافائيل فاران، الجماهير محبطة بهذه النتيجة، تحاول أن تدفع الفريق للهجوم لتسجيل هدف للتقدم لخطف الفوز في الدقائق. أخيرة، ديفيد سيلفا، ساديو ماني، حلوة الفكرة لكن التنفيذ ما كان بنفس الدقة. لعبة مقصية، كرة على الطاير لكن الكرة بعيدة عن المرمى. اللقطة الماضية لو كانت هدف كان ممكن تكون واحدة من أجمل اللقطات في هذه المباراة. على الجناح لجاريث بيل، كوتينيو، عرضية على القائم الثاني، عرضية ممتازة ولكنها بدون عنوان بعد ذلك. كرة في الجناح، العرضية في وسط المنطقة، تسديدة قوية تمر على المرمى، كانت بحاجة لبعض التركيز في اللقطة الماضية، محاولة جيدة في الإجمالي. دقيقتين يحتسبهم حكم المباراة كوقت مضاف. تدخل اللاعب يفقد الكرة، مباراة النفس طويل. خمستاشر دقيقة إضافية من الإثارة المتواصلة وانطلاق شوط إضافي ثاني. حلوة الكرة البينية خلف الدفاع، يضرب الآن، ممتاز التصدي، برافو حارس المرمى، يستحق الإشادة. الله على هذا التصدي للكرة من هذه المسافة، هذه تصويبة، الله على التصدي القوي. ضغط متواصل، الكرة بتتحول إلى ضربة ركنية، بيلعب لك كرة الوسط 18، مستحيل هذا التصدي. الله على كرة رأسية مثالية باتجاه المرمى لكن الحارس خلصها. مارسيلو، شوف اغلاق المساحة امام الخصم في الجناح، فرصة للتقدم. الله على هذا التصدي، ممتاز حارس المرمى، برافو. كرة في اللقطة الماضية، تعادل يستمر بعد فرصة كادت. ديفيد سيلفا، الضربات الركنية تستمر، تلعب في المنطقة. صامويل أومتيتي، رأسية ملعوبة، الله، تصدي خرافي من حارس المرمى. نلعب الآن في الثمان دقائق، بينية ملعوبة بشكل ممتاز، الله على النظرة. ضاعت الهجمة المرتدة. ديفيد سيلفا، جاريث بيل، إذا لم يحسم أحد من الفريقين هذه المباراة خلال الخمس دقائق المتبقية فإن ركلات. تدخل خاطئ من كارفاخال،
الحكم يعلنها بوضوح بأنه غير راضي عن تصرف اللاعب ويوجه له كرت أصفر. مباراة من الصعب أيضا التوقع في لحظاتها الأخيرة لأن الفريقين متكافئين في أرضية الملعب. لم يتبقى أمامنا سوى 5 دقائق فقط. عرضية إلى لوكا، هاتريك من النجم جاريث بيل الأغلى، يؤكد بأنه الأسرع بأنه الأقوى، متعة يقدمها في هذا الهاتريك الكبير. اللعب تواصل مع ضربة البداية، مباراة غزيرة الأهداف من الفريقين. كان هدفاً في منتهى الروعة من النفاثة الولزية جاريث بيل لإعادة توضح لنا كيف مر وكيف وضع الكرة في الشباك. حكم اللقاء يضيف 2 دقيقة كوقت بديل. جميل الكرة البينية، الله على النظرة، الله، كرة في المرمى بعد أن اصطدمت في القائم. نتيجة تشير إلى التعادل مشاهدين متابعين، والكرة تعود إلى نقطة البداية. ممتاز نقل اللعب الآن في الأمام، ممكن نشوف هدف تقدم في لحظات قاتلة. الحارس بقبضة يده يبعدها. النتيجة، اللاعب يلتقط الأنفاس، يحاول الآن أن يحافظ على هدوء، يستعد لتنفيذ الركلة الأولى. تصدي رائع من حارس المرمى. ركلة ترجيح مميزة، الله على الثقة، يا عيني على الهدوء في التنفيذ. من يسجل من كل الأوضاع لن يهدرها من علامة الجزاء. تنفيذ ممتاز من بثقة كبيرة، يا عيني على الكرة، يضع الكرة في الشباك. روعة هذا التصدي، أي قفاز تملك وأي عين ترى بها. كرة، الركلة تنفذ بنجاح، علامة الصح الكبيرة للتنفيذ. كان الله في عون اللاعب في مثل هذه اللحظات. كرة تسديد مباشرة في وسط المرمى، شوف اللقطة ما كان فيها مخاطرة، ركلة ترجيحية تتحول إلى هدف. وصلنا إلى ركلة، يا له من تصدي، توفيق كبير من حارس المرمى. الله، تنفيذ ممتاز من اللاعب، ركلة تنفذ بنجاح. إذا سجل هذه الكرة سيهدي الانتصار. يا سلام على أوبلاك، شوف ردة الفعل، شوف التصدي، يرسلها إلى الشباك. تنفيذ ناجح من اللاعب. ركلة ترجيحية تنفذ أرضية في منتصف المرمى. الكرة في المرمى، اختيار موفق من اللاعب، يضع الكرة في الشباك. كرة في منتصف المرمى ينفذها، حارس المرمى لم يتوقعها. في المرمى، في المرمى، مسجلا بركلة الترجيح. الكرة الأخيرة تضيع، تصدي تاريخي ومشهد خالد لحارس المرمى. يفوز فريقه في مباراة ينصب فيها نفسه بطلا. قياسا بأداء جاريث بيل في مباراة اليوم.